بسم الله الرحمن الرحيم. انا عمر، عندي 22 سنة، انا بلعب في نادي بورفؤاد مع مدربي كيفن ضياء كامل، وانا بقالي اسبوع باخدها تمرينات في الساعة وساعات راحة، وبعدين مفيش تمرين. انا هو برضو هنزل في التمرين اتمرن، هعمل واقدر عليه. وبعدين انا دخلت في بطولة عالم، دخلتها كده 2019، ودخلت اللي قبلها اللي بعديها دخلتها 2023، وجبت ميداليتين ذهب. كان حاسس ليا في عالم مصر، انا كده احساس كده من جوايا فرحة، وفرحان جدا قوي قوي قوي. وفزت على اسرائيل، مفيش حاجة كده طول ما انا بصلي مفيش حاجة بعيد عن ربنا.